السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. ما هي حصة جديدة من قصص اللغة العربية الجزء الخامسة ابتدائي. المقطع السابع قصص وحكايات من التراث، تحضير ناس فهم المنطوق، صفحة 115، واحدة بواحدة. النص زائد استمع وأجيب زائد أعبر عن المشهد. نبدأ. واحدة بواحدة، دخل أحد الغرباء مدينة وأخذ يتجول في شوارعها حتى وصل أمام مطبخ يشوي اللحم، وتتصاعد من الشواء رائحة شهية. ورأى وسط الدكان مائدة طويلة فوقها خبز نقي ولحم عفوا ولحم مشوي وسمك مقلي. وبما أن هذا الغريب كان خاوي البطن فقد بقي مدة يتشمم هذه الرائحة الزكية وهي تسيل لعابه. وعندما أراد الانصراف ناداه صاحب الدكان قائلا: يا سيد، يجب أن تدفع ثمن ما شممت. فأجابه صاحبنا: أعتقد أني لم آكل شيئا حتى أدفع الثمن. إلا أن صاحب الدكان تمسك بطلب الثمن، وعند ذلك تفطن صاحبنا إلى حيلة فوضع يده في جيبه وحرك الدراهم التي عنده، فسمع صاحب الدكان رنينها وظن أنها ستكون من نصيبه. ولكن الغريب قال له: هل سمعت الدراهم يا سيدي؟ فأجاب: نعم نعم سمعت ذلك. فقال له صاحبنا: حسنا، واحدة بواحدة، أنا شممت ولم آكل وأنت سمعت ولم تقبض. فتعجب صاحب الدكان من ذكاء الرجل واستدعاه إلى دكانه وقدم له غذاء شهيا فأكل حتى شبع. أستمع وأجيب. ماذا طلب منه صاحب الدكان؟ ما هي حجته في ذلك؟ طلب منه صاحب الدكان أن يدفع ثمن ما شمم، وحجته في ذلك أنه شم رائحة الشواء. هل يحق له هذا الطلب؟ لماذا؟ لا يحق له ذلك لأنه لم يأكل بل شم فقط. لو كنت مكان الرجل الغريب كيف ستتصرف؟ لو كنت مكانه لتصرفت مثله، أو لأفهمته أن من يأكل يدفع الثمن، أما من لا يأكل لا يدفع. وعبر عن المشهد، اسرد القصة على مسامع زملائك بأسلوبك الخاص. دخل غريب مدينة جائعا فوجد دكانا به خبز ومشى فجلس أمامه يشم رائحة الشواء ولعابه يسيل. فأراد صاحب الدكان أن يحتال عليه وطلب منه ثمن ما شم، فقال له الغريب أنه لم يأكل حتى يدفع، لكن الأول أصم. فحرك الغريب النقود التي في جيبه وسأل صاحب الدكان: هل سمعت الصوت؟ فأجابه بنعم، فقال له: أنا شممت ولم آكل وأنت سمعت ولم تقبل. فتعجب التاجر من فطنة الغريب وذكائه. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.